معاك خيرية من جندي بروكرز، عندنا عرض ما يتفوتش. ايوه يا فندم، حضرتك دخلت دنيا؟ طب مش عايز تخرج منها؟ ليه يا فندم؟ كلنا خارجين يا فندم. عندنا تراب على الطراز الاسباني المميز، تراب هواها بحري ممكن يرد الروح، عندنا جناين، عندنا. طب اقول لك على عرض ما يتفوتش، لو خدت تربه ليك وللمدام ممكن تاخد تربه مجانا لاي حد من حبايبك. طبعا نمستي، اهلا بكم في القاهره. كايرا مي آپكا سواغت هي. اهلا وسهلا. نمستي. آپكا سواغت هي. كايرا مي آپكا سواغت هي. كايرا مي آپكا سواغت هي. مصر أم الدنيا. مصرية. يا استاذ شندويلي، استاذ شندويلي، ايه اللي انت عامله نفسك ده؟ بعدين. نمستيه، مس ريا. في ريال عقارات، اكبر خبيره عقارات في مصر. المهرجة تندوري عنده مجموعه شركات على مستوى العالم وعايز يفتح فرع هنا في مصر وبيدور على مقر. المقر ده طاقته حلوه قوي. بلاش طاقه، ابوس ايدي. طب خلاص بلاش طاقه يا استاذ شندويلي، ما تزعلش نفسك، المكان ده رزقه واسع. الشركة اللي كانت فاتحة قبل كده فضلت تكبر 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 لحد ما المقر لاق عليها، فخدوا أرض كبيرة في الصحراء وعملوا مقرهم هناك. حصل على يدي. دعها تتحدث شندويلي. هو حضرتك بتشتغل في إيه؟ في العملات الرقمية. البيتكوين، اللي هي الفلوس الفراولة اللي ما بتتمسكش دي. هو في فلوس ما بتتمسكش؟ نعم يا فراولة، البيتكوين. العالم أجمع أصبح عبارة عن عملات رقمية، محفظة من غير فلوس. أنا كمان كنت حاسة كده. بص، أنا من فترة كده كنت بفكر أعمل مشروع. فراولة،